سلام، لاباس عليك؟ منين غنبدا عليك؟ لو بغيت نبدا قصتي طويله بزاف. انا مهم تزوجت بولد خالتي، تزوج العائله. خالتي بغاتني، كنت مخطوبه قبل، ولكن هي فاش بغاتني الولد يعني فضلت هي على بزاف الناس، وبغيتها وتزوجت بولدها، واخا ما كنتش كنبغيه ولا عندي بيه شي علاقه. صافي تزوجت بيه، هو ما بيني وبينه ماشي شي فرق ديال السن، يعني انا عندي 18 هو عنده 20، ولا مات 21، مابقيتش عاقله على العمر ديالو بالضبط. صافي ما تفهمناش، يعني خالتي ولات يعني دخلتني لدارها على اساس انني خدامه. كنشوف حياتي كيفاش كانت في دارنا وكيفاش ولات عندي. كنت كنفضل انني نبقى في دارنا وما نمشيش لديك العيشه اللي عشت تماك. صبرت 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 صبرت، تعيت صافي، هزيت حوايجي وباغا نمشي، ما خلونيش. دخلت الشعواده ودخلوا بزاف الحوايج لديك القصه ديالي. من بعد مشيت لدارنا، جلست 3 شهور وما سولش فيا وما هضرش معايا وما قالش لي ديك فلانه مالكي، فاش غيجي خالتي باغا تضني غتخاصم هي وماما وغتمشي عنده هوايا وتقولي راه تفاتنوا معايا وضربوني، وغيصيفط لي واحد الميساج قاصح بزاف ما نقدرش نقوله لكم. والله ضرني في قلبي داك الميساج ووليت كارهاه وكاره الزواج. صافي غيدخل واحد عمي الله يسمح ليه وردني عندها، عرفتي حالتي ولات حاله، حاولت انتحار بزاف المرات. المهم غيجي السبب وغنطلق الحمد لله. من بعد غنطلق انا وين باغا نخدم على راسي، ومبقيتش باغا نجلس في العربيه ديالنا. في الاول خدمت مربيه، ما عجبنيش الحال، خدمت ميناج، وداك السيد نفسه اللي خدمني ميناج عرفني على هاد السيد اللي انا دابا معاه، وبغيتو الصراحه، بغيتو بزاف، تعلقت بيه. في الاول كان كيهتم بيا لواحد الدرجه ما كتخيلش، وانا اللي من بعد بدا كيتبدل. صافي انا مابقاش عاجبني هاد العلاقه، وكنت في الاول عادي بردة، ما كيبقاش فيا الحال واخا نشوف مراتو كتهضر معاه ولا تقول لي عطيني ولا هادي وديك عندي عادي. اما دابا وليت كنتقرص بزاف وكيبقى فيا الحال، وكنتقلق ونقول علاش انا ماشي في بلاصه، وعلاش انا ما يديرش معايا هكا وهكا، وعلاش كيبغيني غير وقت حاجته، وكيبغيني غير بالسبت وما يكونش معايا الايام الاخر كاملين. بقى فيا الحال بزاف على هذا الشيء، واخا هكاك انا كنبغيه وما باغاش نبعد منه، ما عارفه شنو ندير. والله حياتي ولات مبنيه غير عليه، وحاطه امل كبير عليه، ما عارفاش فين نمشي ولا فين نحط راسي. والله انا عاودت لك غير شويه من داكشي اللي عندي، اما انا حياتي من نهار عقلت لويه في المشاكل. انا عاودت لك غير شويه وصافي. واول مره مشيت لدارنا ما كاينش شي واحد غيهزني ولا غيحس بيا. ماما مسكينه بزز حتى مكافيه هي وبابا والدراري وداكشي. بابا هو اللي خدام، وماما قالت في الدار بزز كيعطيك شي حاجه تكسبيها ولا شي حاجه تعاون بها راسها. اما انا ما معاوناش دارنا، بزز مكافيه مع راسي وكاريه هنا، ما عارفاش يعني شنو ندير. ما عرفتش اخويا والله.